مباشرة مشاهدينا بعد هذه العروض الجميلة أيضا من الأخبار السارة اللي مرت بنا خلال هذا الأسبوع، لحظة من أمتع اللحظات، لحظة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها طال انتظارها وأخيرا حان وقتها. طبعا مدة كم؟ أشهر متتالية سعينا مع بعض، وأيضا حاولنا من خلال بعض الحملات أننا نصل وإياكم إلى اللحظة ونعيشها ونعيش هذه الفرحة أيضا، كيف لا وهي لحظة عظيمة سببها بعد توفيق الله تعالى أنتم جمهورنا الكريم. لذلك هذه فرحة تستحق أن نعلن عنها ونهنئ أنفسنا وكذلك جمهورنا الكريم على هذه الوقفة. يعني صراحة فعلا اللسان يعجز والنفس تطرب وتأنس بمثل هذه الأخبار صراحة. ممكن هي يعني شوقتني يا فايز، هي أبرز نقطة ممكن نعلن عنها اليوم هذا يا عبد الحكيم. فعلا يعني خبر جميل جدا جدا جدا، وبالأمس ممكن يعني طلعت لمحات بعد صلاة الجمعة، لمحات يعني شبه واضحة، ولكن ومن هذه اللحظة نقول الحمد لله وبفضل الله على اكتمال الوقف. الله، وقف الصدقة الجارية بالأمس ديوانية المدينة أعلنوا اكتماله واكتمال مراحله كاملة اللي تم إعلانها وتم حث الناس على أنهم يبادرون فيها، فاللهم لك الحمد على نعمك العظيمة ولك الحمد على التمام. حقيقة يعجز الكلام ويعجز اللسان عن الشكر لله تعالى أولا، ثم الشكر أيضا لجهودكم المستمرة سواء بالتبرع بالنشر أيضا بالحرص على أن يكتمل هذا الوقف، إما بالدعاء أيضا لاكتماله. فجزاكم الله خيرا خير الجزاء على هذا على هذا البذل وعلى هذا العطاء وعلى هذا الجهد. هذه المشاعر، مشاعر الفرحة والسعادة اللي تنتابنا الآن، وأكيد من يشاهدنا يشعر بهذه المشاعر بلا أدنى شك، بالذات الشخص اللي ساهم وشارك ودعم ولو برسالة ولو بريال، يعني أكيد ستنتاب نوع من الفرحة. وحتى اللي ما شارك يعني مثل هذه الأوقاف، مثل أبواب الخير، أنه يشوف أنها قاعد تكتمل وتنمو ولو حتى ما كان من ضمن المساهمين. فمن طبيعة الإنسان والإسلام يدعو إلى الفرح مثل هذه اللحظات. لكن هذه الفرحة هي مجرد فرحة بسيطة لأشياء عظيمة جدا يجدها الشخص يوم القيامة بإذن الله عز وجل، لكل من ساهم ولو برسالة ولو بالبسيط في هذا الوقف. في ترى مو أنا وأنت بس الفرحانين، أكيد في واحد الآن بينضم معنا عبر الهاتف مقدم برنامج ديوانية المدينة الأستاذ عبد العزيز الزهراني. أرحب فيك أستاذ عبد العزيز. يا مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ عبد الحكيم، وحييك وحيي أخوي أستاذ فايز العمر. الله يحييك، وإحنا سعدنا صراحة باكتمال الوقف وسعدنا أيضا بجهودك الكبيرة داخل البرنامج ومن خلاله تحققت الأهداف. الله يرضى عنك حبيب عبد الحكيم. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد أول شيء ديوانية المدينة يعني حقيقة كان اسمها هو فعليا يعني نأخذ من جمعية تبر بالمدينة المنورة، ويعني متمثلة في وقف الصدقة الجارية. وأنت كنت خير من بدأ البرنامج مع أخوي عبد الرشماسي وفهد الراضي، أنا تراي أقلكم وآخركم يعني. والله فيك البركة وأنت اللي ختمت. ينسب لكم أكثر والله. ولا يعني بفضل الله جل وعلا يعني على مرحلة استمرت أكثر من 10 أشهر. بالأمس يعني كنا جميع نعيش فرحة اكتمال وقف الصدقة الجارية. الحقيقة بمبلغ وتحدي صعب جدا 42 مليون، ربما أنه لما كانت البداية والانطلاقة أنه الصفر، والآن نبدأ الجمع يتبادر إلى ذهن كثير من الناس أنه والله وشلون نبي نحقق هالمبلغ، لكن بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بجهود القائمين على البرنامج وعلى القناة وكذلك جمعية البر المدينة، نشكر لها أن كانت من ضمن المتواجدين في قناة أو شبكة قنوات المجد. والشكر الأكبر بعد شكر الله جل وعلا للجمهور الكبير والمميز اللي فعلا ما أذكر دخلنا معهم في تحدي إلا كانوا هم المنتصرين، خصوصا فيما يتعلق في موضوع الأوقاف. كنا ندخل معهم في تحديات ربما أحيانا لما نقول إنه الآن بنو يعني هذا التحدي راح نطلقه، هل ها يعني يكتمل ولا ما يكتمل؟ نتفاجأ إنه الجمهور يكون هو فعلا قد التحدي، والمراحل ربما تغلق قبل حتى انتهاء الأوقات الفعلية أو المقررة لها، فننطلق في مرحلة ثانية وثالثة. وهذا اللي حصل مع وقف الصدقة الجارية حتى تم إعلان اكتمال. يا رب لك الحمد. طيب سأل عبد العزيز، لا تسمع. الله يحييك،
وبارك لك ويعني هذا الاكتمال، وانت جزء مهم جدا وجهودك كانت واضحه، فاسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنك يا رب. بما انك ذكرت التحديات والصعوبات كذا، اكيد ان في تحدي معين يعني في بعد سلسله طويله من الحلقات في هذا البرنامج واشهر، يعني انت هذاك في حديثك تقول 10 اشهر في تحدي كذا في البال، يعني كان هو اصعبها. احنا ودنا نطلع على الكواليس شوي. والله شوف، مو بكل شيء يعني ممكن نقوله، لكن التحديات صراحه كثيره جدا. قد يكون من ابرزها اللي هو فعليا ضخامه المبلغ 340 مليون، ما هو بامر يسير. صحيح صحيح. كيف ان الانسان يعني يدير هذه الحمله ويجزاها على مراحل؟ كيف يقول للناس انه ترى هذه مراحل كلها تصب في وقف واحد؟ لانه بعض الناس يقول انه والله وقف واحد بهذا المبلغ يعني ممكن تاخذون مبلغ اقل، لكن اللي يعرف واطلع على جمعيه البر، والان لها اكثر من 60 سنه، اول جمعيه بر في المملكه، وربما لو عرف حجم الاسر اللي فعلا هي بانتظار ان يشيد فرح هذا الوقف وانه يكتمل، لفعلا راى انه المبلغ جدا يسير. لكن مرات احنا كيف نعزز الصوره عند المشاهدين الكرام انه هذا المبلغ على انكم ترونه كبير، لكن في المقابل ترى هو يسد ثغره يعني يسيرة من الاحتياجات اللي تحتاجها الجمعية في إنها توفر جميع احتياجات الأسر المنضمة والمندرجة تحت الجمعية. فكان هذا أصعب تحدي صراحة. غير كذا أنه يعني جمهور المجد، أنه مرات نقول إحنا الجمهور دائما نقول له واقف وتصدق وتبرع، لكن فعليا والله العظيم هذا يعني هذا الهاجس كل ما أطلقنا مرحلة وتحدي وشفناه اكتملت قلنا هذا هاجس مجرد عندنا، لكن الجمهور بالعكس اللي يقول هات وعطونا، احنا معكم دائما وابدا في كل ما يخدم الاسر المستفيده من اهل العوز والحاجه. صحيح استاذ عبد العزيز. ايضا احيانا الاوقاف اللي نطلقها في الشبكه هي باب من ابواب الخير يفتح لبعض المشاهدين اللي يمكن يرغب انه يشارك في الاجر في اي مساهمه كانت، لكن ياتي هذا الوقف بكل شفافيته وبكل ما لدي ايضا من برامج يقدمها للمستفيدين. كل من تبرع استاذ عبد العزيز هل يمكن انه يستطيع انه يذهب الى الوقف ويطلع عليه ويرى على ارض الواقع؟ احسنت، هذه الان انا اقولها دعوه لكل من يشاهدنا الان، انه الجمعيه تفتح ابوابها لاستقبال الله. كل شخص دفع لو ريال واحد، لو حتى ساهم بالنشر، اراد ان يقف على الوقف بنفسه، فالامر متاح جدا وبكل يسر وكل سهوله وحتى بكل سرور. احنا نقول بس تعال شرفنا في الجمعيه في المدينه وتاخذك الى مقر الوقف، يقع بين المسجد اللي هو المسجد النبوي وبين مسجد قباء، وتشوف الوقف فعلا. هم الان طبعا تجاوزوا الدور السادس ما شاء الله تبارك الله، وخلاص الوقف احنا نقول الان اموالكم يعني جمعت، الان بقي فقط اللي هو التنفيذ. هم شغالين طبعا على مراحل، والان اكتملت ما شاء الله يعني اكثر من 6 ادوار، وباذن الله سيكتمل بشكل نهائي باذن الله بعد ما على الاكتمال الوقف. لكن الدعوه متاحه للجميع انه يشرفنا ويشوف الوقف بنفسه. اللهم. طيب قبل الختام استاذ عبد العزيز، ما جديدكم الفتره المقبله في الاوقاف؟ نبي تحدي جديد، نبي ساهم، نبي نشوف القادم وش هو. انا والله ما اخفيك اخوي فايز، في بعضهم ارسل لي عبر تويتر على الخاص يقول وش المرحله القادمه، فلان احنا اعلنا انه عندنا برنامج اللي هو بيت الوداد، وبيت الوداد لا شك انه يعني ابتداء من الامس الشريط الاعلاني ظهر في وقف ايتام الوداد التابع لجمعيه الوداد الخيريه لرعايه الايتام. هذه الجمعيه المباركه راح تبدا معنا ان شاء الله في تحدي جديد، ووقف ايتام الوداد وقف حقيقه يعني الان المرحله الاولى مستهدف فيها 25 مليون. واحنا نبي نرجع ونقول يا جماعه تذكروا وقف الصدقه الجاريه، وكيف ان نقول انه كثير، ثم فجاه وبتوفيق الله ثم تعاوننا جميعا جميع البرامج والمذيعين في الشبكه كان لهم الدور في انه اصبح الان 0 ريال المتبقي لوقف الصدقه الجاريه. نبي نوصل الى هالصفر باذن الله في وقف ايتام الوداد. وباذن الله تفاصيل الوقف وتفاصيل برنامج بيت الوداد كلها بتكون ان شاء الله في حينها باذن الله تبارك وتعالى. الله يوفقنا واياكم استاذ عبد العزيز، شاكرين لك جهودك وفريق العمل، وايضا لكل من ساهم من الجمهور سواء بالنشر بالتبرع وايضا بالحث احيانا
في الميادين العامة، في مواقع التواصل، في كل مكان ما شاء الله في جهود كبيرة وجهود رائعة صراحة تبذل من أجل إكمال مثل هذه المراحل وهذه الأوقاف. شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز. صراحة مثل هذه الأخبار صراحة توسع الصدر، توسع الصدر جدا، تبرد على الخارج.